سلسلة جبال الظاهر ومشروع تونسي سويس للممول من طرف مسكرتها على الاكونومي سويس. الهدف نتاعه هو تكوين هيكل التصرف في الوجهة السياحية منطقة جبال الظاهر بالتحديد من مطمطة الخزيمة زويريت تطاوين زمور مكلاش. دونك الأول مشاركة للوجهة السياحية هذه في الميت. نحب نعرفوا بالجهة بخصوصيات السياحة البديلة، دونك معنا لي بريستاتير ديبيرجمون، لي جيت، لي ميزون دوت، يعرفوا بالمنتوج نتاعهم. الهدف نتاعنا هو تحفيز التونسيين باش يجيو يكتشفوا بلادهم. عسلامة ومرحبا بكم جوهر اف ام، خالد الرجبي مدير عام تونس بوكلين. بالنسبة لمشاركتنا في معرض السياحة هذا هي رابع مرة، سون تري بال اكسبيريونس. بالنسبة لنا احنا المعرض هذا جونا فيه برشا المديرين التجاريين نتاع وتلا هذا اللي هما لي بارتنير نتاعنا الكل. بس احنا فرحانين على خاطر ثم حركيه في السوق التونسيه. ديجا تونيز بوكينغ السنة عامله تقريبا 100% من الكروسانس نتاعها في عدد الغرف المحجوزه في الفنادق بالنسبه للتوانسه. وبالنسبه للاجانب كذلك، يعني السنه شفنا والحمد لله نقله معناها خارق العاده. السيد حشيبوب، انا ريبريزونتون لا سوسيتي اوسافر. دونك اوسافر سي ان بلاتفورم انترناسيونال بي تو بي، اللي ديستيني للاجانس دو فواياج دو كريت الاسفار، موجوده في برشا دول عربيه. المعرض هذا عطانا الفرصة لانسي اوفيسيالمون في تونس. احنا بدينا تويك عندنا اشهر قليلة في تونس، من توا لانسمون نتاعنا حابين اوفيسيال مع المعرض الميت هذايا ميتي. فوالا، هي سي اون بلاتفورم فيها لي بوسيبيليتي دونك دو ريزيرفي اون ليني اون انستون direct faire les vols. Le premier module où les vols faire en plus de 900 compagnies régulières, donc je dis à Anna qui m'a mené à France, Tunisair, Lufthansa, donc des compagnies régulières, plus Anna plus d'une centaine de compagnies low cost. Les compagnies low cost, c'est du coup on a Maroufine, Bassamer, Akfemfer, Kima, EasyJet, Ryanair. هذوما اللي يعملوا رحلات داخلية في وسط أوروبا. عندنا زادة رحلات داخلية في معظم الدول الكبيرة. سيدخلوا كلهم ياخذوا في نفس المكان في نفس الزمان، السنة مثلا من 5 يوم الأربعاء، البارح الأربعاء 5 إلى يوم السبت المقبل 8 أبريل في قصر المعارف في الكرم في وسط العاصمة. هذه الخاصية هو أن المعارف هي تتكامل مع بعض وتتفاعل مع بعض، وعندها تقريبا نفس الجمهور سواء من العربي أو من الزايري. يعني الزائر اللي يجي هنايا يعمل سانكونا ويشوف 5 قطاعات في نفس المكان في نفس الزمان. فما ربح وقت، فما ربح زاد كيف طاقات، والناس اللي تجي تعرف واحد باش تقابل الناس الكل. يعني فما إقبال، فما ناس، فما حركية. هذه بفضلكم، بفضل الاعلام، خاطر المعرض هذا هو موجه للتوانسه اساسا. جماعه التوانسه معناها قبيله التوانسه تجي تشوف المعرض هذا للحجز. لو احنا كما يقولوها استنيناو في موسم الصيف، الناس ما تلقاش في اخر دقيقه، ما تلقاش بيوت، ما تلقاش عندنا دونك الصيف، عندنا زاد كيف لي ويكاند، عندنا العمره، عندنا لي فواياج دو نوت. معناتها اللي يجي لهون باش يلقى هل البرودوي هذه الكل اسعار تفاضليه بالتقسيط في الخلاص، يعني دي بري بروموسيونيل فوا. المعرض هذا السنه هذا كيف الخاصيه نتاعو انه عدد الموجهين الاجانب زاد. عندنا
مكان جديد كيما الكونغو الديمقراطية افريقيا، عن كذلك رجوع اندونيسيا وافريقيا الجنوبية، وكذلك العارضين التقليديين تاعنا مصر والجزائر والكامرون اللي ديما شاركوا معنا. جوهرة FM.